هذه شيء لكم انتم. وفعلا اليوم بنك التنمية الاجتماعية، اسم الجهة اللي انا جاي منها بنك التنمية الاجتماعية، تمام يا شباب؟ نسمع يا شباب، نسمع يا شباب. أبغى تروحوا للبيت تروح تقولوا للوالد او الوالدة او اخوك الكبير او اختك الكبيرة تقول لهم هذا الكلام. ايش تقول؟ اليوم البنك يقدم لكم برنامج مجاني بحوافز مالية، يعطيكم فلوس البنك. بس كيف؟ آه. اسمع نسمع. وين اروح يا شباب؟ انا خلصت. اسمع انا خلصت يا شباب، ركزوا يا شباب، هذا شيء لكم. هذا الاستاذ اللي شرحها عن جدول موجود عندنا، بس انا ما حبيت يعني استبرق الحدث. ممتاز ولا موجود عندنا بشكل رسمي، وتقدر تلعب وتقدر تضبط امورك وتقدر تكسب فلوس كل شهر وكل ثلاث شهور. الحين بشرح لكم اياه، بس ابغى تركزوا معايا. وين تروح تكسب فلوس؟ الرابط طبعا، الرابط على رابط السنتر المدينه، السنتر السنتر رابط يعني مباشر، حتى تقدر ترسلوه للقوه الاهالي. طبعا البرنامج يا شباب، اسمعوا يا شباب، البرنامج من سن ست سنوات الى سن 18 سنه. هذا البرنامج مجاني من بنك التنميه الاجتماعيه لكم انتم. ليش البرنامج هذا؟ على اساس انت تبدا من الان تبدا تعمل خطط، تلعب انت، ترشد نفسك بتوفير الاموال، يكون عندك ثقافه ماليه، يكون عندك وعي مالي، تمام يا شباب؟ تمام يا شباب؟ واضح؟ اسمع دقيقه يا شباب. أنا باخذكم على موقع بنك التنمية الاجتماعية. كيف انت تروح تقول موقع بنك التنمية الاجتماعية، والأساتذة الكرام راح برضو يرشدوكم ويرشدوا الأهالي بإذن الله، والرابط موجود عندكم. طيب يا شباب تابع، أنا أرسلكم هذا على الجروبات. تفضل. كيف تفتح في البيت؟ طريقة إيه؟ تمام؟ نسمع. طريقة إيه؟ شوفوا يا شباب. قول له اسمع. يا شباب استمعوا يا شباب، لكم هذه. برنامج مجاني مقدم لكم انتم يا شباب، لكم انتم نصيحه، استغلوا الفرصه. برنامج مجاني، مجانا تلعب وتكسب فلوس، يعني بدل ما انت جالس على البلاي ستيشن وجالس على التيك توك اجلس على البرنامج هذا، خذ فلوس تلعب وتكسب فلوس. جيبوا هذه مسجله عادي. لا لا عادي 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 عادي. انتم رجال كبار تسمعوا الكلام، ايوه نحن فيها. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا شباب، وين نروح؟ نروح على جوجل. نروح على وين؟ جوجل. ولا ابوك او امك نروح على وين؟ جوجل. نسمع يا شباب، نهنا يا شباب، نهنا يا شباب. طيب يا شباب، نكتب في جوجل هنا ايش؟ نكتب بنك التنمية الاجتماعية، شايفين يا شباب؟ وبعدين نضغط على أول وحدة. يا سلام يا سلام عليك، نضغط على أول وحدة هنا. دقيقة، نضغط على أول وحدة. يا شباب اللي ورا واضح؟ ممتاز. وقت تروح تشرح أنت لأبوك أو أمك أو الشخص الأكبر منك هذا الموضوع، تمام؟ تضغط على أول رابط. شايفين يا شباب؟ يا شباب اعرف الطريقة لما تقعد تتكلم في الاخر اسم. شايفين يا شباب؟ شايفين يا شباب؟ على ايه؟ هذه الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية، شايفينها؟ ايوه. طيب نروح عند كلمة منتجاتنا. منتجاتنا، نقول لأبوك أو أمك أو شخص أكبر منك نذهب عند كلمة منتجاتنا، يعني حط المؤشر على كلمة منتجاتنا، تمام؟ راح تظهر عندك هذه القائمة، تمام يا شباب؟ تنزل هنا عند منتجات الافراد، شايفين يا شباب؟ خدتني على قائمه. اروح عند كلمه ايش؟ المنتجات الادخاريه. المنتجات الادخاريه. ممتاز، ننزل عند نضغط عليها. ممتاز. تمام؟ واضحه يا شباب؟ سهله؟ سهله يا شباب؟ وقت تروح ايش تسوي بالبيت؟ تشتغل على البرنامج هذا. والله بشرح لكم كل حاجه. دقيقه. شبك يا شباب، ظهر عندي هنا الصفحة هذه. ظهر عندي حاجتين هنا. هذا ملك، هذا إنسان. هذا إنسان. هذا إيش؟ إنسان. روح عند هذا، برنامج ذوي الأجيال الادخاري. هذا
شفتوا يا شباب؟ يعني لازم تضغط على هذا، لا تضغط على هذا. ها شوف كيف الحين تضغط على هذا. جوال ها؟ جوال كل شيء. طيب هذا طيب يا شباب ننزل هنا تحت. تقول لأبوك وأمك يقرأ هذا الشروط، شوف الشروط. تعرف على المنتج كذا 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 كذا، الشروط تضغط على الشروط هنا يظهر عندك. تمام يا شباب؟ شايفين؟ البرنامج مجاني لكم انتم. طيب ايش البرنامج؟ خليني اشرح لكم اياه. لازم انت تحمل تطبيق اسمه تطبيق توكن. تطبيق ايش؟ توكن. هذا التطبيق هو اللي راح انت من خلاله تلعب بالالعاب الثقافيه الماليه. الالعاب الثقافيه الماليه هذه دقيقة يا شباب تطبيق توكن موجود هذا هو. شوفوا الحين بجيب لكم دقيقة يا شباب. شايفين يا شباب؟ من هو؟ هذا بس تضغط عليه، شوف بس لو انا وصل ما وش عليه، شوف بس تضغط عليه بس من هنا تقدر تحمل التطبيق. شايفين واضح يا شباب؟ دقيقة يا شباب تضغط على تطبيق توكن، تقول البابا والماما يحمل تطبيق توكن. بعد ما تحمل تطبيق توكن لازم يكون عندك حساب بنك الرياض. لازم يكون عندك حساب وين؟ بنك الرياض. مين اللي يكون عنده حساب بنك الرياض؟ يا ابوك يا امك او اخوك او اخوك اقوى منك. تمام يا شباب؟ وين يكون الحساب؟ بنك الرياض. بنك الرياض. ليش؟ انت ما تقدر الان تفتح حساب، بس هو راح يدخلك هو تحت اسمه هو بالحساب. راح هو يدخلك هو يعرف، بس انت قول الكلام هذا. دقيق برجع والله بس باخذ اجابه. دقيق واضح يا شباب؟ لازم يكون الحساب وين؟ بنك الرياض. انتم ابطال. تمام؟ بعد ما تحمل هذا ويفتح لك حساب شوف المفاجاه. راح بنك الرياض بعد ما تفتح الحساب يرسل لك صندوق هديه. صندوق هديه ايش فيه صندوق؟ في زي الاسوارة زي الساعة هذه فيها الحساب حقك. تقدر تروح انت تحاسب يصير رجال اليوم سد في اي مكان. البرنامج مدة 3 سنوات استفيدوا من الان البرنامج. اجمع فلوس حاول تجمع فلوس، حاول تكون ذكي يا شباب. خليك ذكي ايش؟ ذكي. اسمع الحد الاخر طيب. انا جاي والله جاي البرنامج جاي. لما تفتح حساب شوف يا شباب، لما تفتح حساب اسمع، كل نهاية شهر في مسابقة. إذا فاز مثلا خالد، أحمد، سالم، أيا كان واحد فيكم فاز بالمسابقة له 100 ريال يدعوها بالحساب اللي بنك الرياض. تمام يا شباب؟ كل 3 شهور في مسابقة كبيرة قيمتها 300 ريال. تخيل أنت يجيك 100 ريال أو 300 ريال في 3 شهور. شيء يعني فعليا حاجة كبيرة جدا. طيب اوكي النقطة المهمة يا شباب وهذه سادها يسمعوها. إذا أنت مثلا جيت أنت وفرت اليوم من مصروفك، نرجع يا شباب، وفرت من مصروفك ريالين قلنا بالأسبوع 10 ريال صح؟ جيت وفتحت أنت بالحساب، البنك يعطيك مقابل ال 10 ريال هذا ريال تشجيع لك. 10 تصير 11. أيوه. طب وأنت وفرت 20 البنك يعطيك ريالين زيادة. إذا أنت وفرت 30 البنك يعطيك 3 ريال. شباب شوفوا كيف الحوافز المالية، استفيدوا. ترى شايفين كم مسجلين عندنا؟ شوفوا المسجلين، شوفوا يا شباب الحسبة المسجلين 22,873. Ah.
يعطيك هو يعطيك. طيب يا شباب ثلاثة شباب شباب رابع خامس سادس نبغى الشباب نبدا كل واحد رجع ضرب ورا رفع يدك رفع يدك طلع على السبورة بس ممنوع الكلام الكثير حتى ينتهي السبورة الطيبة بالضبط أي أسئلة هتكون في النهاية لو سمحت خلينا هني مجال أسهل ممنوع الكلام الكثير كريم ربع يدك رجع ضرب ورا ممنوع الأسئلة تماما حتى بعد نهاية اللقاء تمام يا شباب الله يعطيك العافية يا شباب نسمع ترى اليوم البنك بخدمتهم احنا جايين لكم انتم البرنامج مجاني ما تدفع شوفه مجاني ولا عليه اي ريال يعني انت بس مجرد يبغى منك ان اليوم البنك بعد 3 سنوات تكون عقليتك نيره تكون انت انسان واعي الفلوس اللي تاتيك تقدر تعرف كيف تتصرف معاها ما يصير بس انت تاخذ فلوس ويلا اشتري 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 بكره تكبر يصير ما تهتم المال اللي يجيك هذا يصير ما تهتم فيه فعودوا يا شباب نفسكم عودوا يا شباب نفسكم هذا البرنامج جدا ممتاز بس المطلوب منك تحمل تطبيق توكن والوالد او الوالده او الشخص المسؤول عنك يكون عنده حساب في بنك الرياض يكون عنده حساب وين يا شباب؟ بنك الرياض خلص واضح يا شباب؟ واضح واضح الرابط عند المدير استاذ مهند بيرسل على جروب العائله على اكيد عندك جروب تفضل بيرسل على الجروب تمام؟ وتقدروا انتم فعليا تتواصلوا واي سؤال يا شباب يا شباب اي سؤال الاساتذه الكرام موجودين معاكم يقدروا تسالوهم وتقدر هم يسالون يتواصلوا معنا او ممكن والدك او احد من المسؤولين عندك يراجعنا ببنك التنميه الاجتماعيه تمام يا شباب عندك بالشهر اذا دعيت بالجائزة في أسئلة يا شباب في أسئلة بالشهر بالشهر في مسابقة إذا مثلا ناصر مثلا فاز اليوم بالمسابقة بالشهر هذا يعطونا 100 ريال يا شباب تمام؟ طيب ناصر دخل بمسابقة أكبر بعد 3 شهور في 3 شهور مسابقة أكبر فاز بالمسابقة هذه يعطوه 300 ريال كان واضح يا شباب هم يبدعوه البنك لو البنك يبدعوه في ساعة ساعة صح؟ ويعطوك ساعة وفيها أشياء حاسب فيها أنا عندي إياها الساعة تجي بطاقة تجي بطاقة فيها الساعة يعني ساعة طيب يا شباب اسمع اسمع خلاص يا شباب يا شباب لك أنا أرك ورد واضح البرنامج يا شباب وين تروحوا أي موقع؟ زود الأجيال زود الأجيال الانتخابي تمام؟ إيش اسم التطبيق؟ تطبيق توكن تطبيق توكن وأنا راح أتواصل مع المدير إن شاء الله يرسل لي الأسماء اللي سجل اللي يسجل يبدأ مدير عشان يرسل اسمع أساس إحنا نبدأ نشتغل على الأسماء تمام يا شباب؟ تمام يا شباب؟ بعدين بلغ أبوك أو أمك أو الشخص المسؤول عنك ترى ما يحتاج انك تزور ممكن اذا طلبوا منك زياره لفرع بنك الرياض ممكن بس للتعاقد بالبيانات لكن كله عن طريق الجهاز الكمبيوتر انت تسجل وتدخل خصوصا اذا كان عندك حساب البنك الرياض تمام يا شباب؟